تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. أوباما يكسر حاجز الصمت، ماذا حدث للحزب الجمهوري؟ الرئيس باراك أوباما من وقت ما خرج من السلطة ما بيتكلمش كتير، في حالة صمت بقالها سنتين تقريبا، كل فترة بيكسرها بقول شديد ثم يعود إلى الصمت من جديد. قبل كده اتكلم في إحدى الجامعات وقال إن النازية قد تحكم أمريكا، وقال إن هتلر جاء بطريق الديمقراطية، وقال إن إحنا لابد نقف في مواجهة الرئيس ترامب بدون ما يقول الاسم، إلا إنه قال إن ده هيقودنا إلى النازية الأمريكية من جديد. ثم صمت قارب العام، ثم عاد الرئيس السابق باراك أوباما مرة أخرى إلى الحديث وإلى نقد الرئيس ترامب. الرئيس السابق أوباما هاجم الجمهوريين وقال إن هم بيأيدوا ترامب يعني على كل حاجة سواء صح أو غلط، وإن ما عندهمش جرأة ولا جسارة لحماية احتمال انهيار الديمقراطية في أمريكا. قال يجب أن ندافع عن الديمقراطية التي أصبحت في خطر، وإن الحزب الجمهوري لا يفعل ما يجب من أجل حماية الديمقراطية. وقال أيضا إن في وضع سوداوي في أمريكا. هذا وصف الرئيس ترامب أن الوضع في أمريكا وضع سوداوي، وقال إن النازية قد تحكم أمريكا في المستقبل، إنما دي جملة من حديث سابق. وقال إنه دلوقتي لازم الناس تروح الانتخابات، وإذا كانوا فاكرين قبل كده إنه ما فيش ضرورة الانتخابات، أظن السنتين اللي فاتوا من حكم الرئيس ترامب يخلي الناس تفهم إنها لابد تروح وتدي صوتها في الانتخابات. وقال إن أكبر خطر يواجه أمريكا مش بس الرئيس ترامب، إنما أكبر خطر هو لا مبالاة الأمريكيين ولا مبالاة الحزب الجمهوري بما فيه أمريكا الآن، وبما إنه ممكن يهدد الديمقراطية الأمريكية في المستقبل. وأول مرة الرئيس ترامب يقول إنه احتمال يساءل، أول مرة يتكلم إنه خائف من المساءلة، لو فاز الديمقراطيين ممكن يخسر منصبه كرئيس لأمريكا. المساءلة لو الأغلبية في مجلس النواب للديمقراطيين تبدأ مساءلة الرئيس، إنما لو تلتين مجلس الشيوخ وافق تتم إقالة الرئيس. الرئيس ترامب بدأ يتكلم عن إنه احتمال يتم إخراجه من السلطة في حال فوز الديمقراطيين. قبل كده كان كلام الإعلام والمحللين، دلوقتي كلام الرئيس ترامب نفسه أنه مهدد بالإقالة إذا لم يفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات. إذن الرئيس أوباما بيتساءل ماذا حدث للحزب الجمهوري، وماذا حدث للشعب الأمريكي، وما هذا الصمت في مواجهة الرئيس ترامب، وإن الديمقراطية الأمريكية في خطر ما لم تنتبه الولايات المتحدة. من قتل جوزيف ستالين؟ القصة الكاملة. جوزيف ستالين هو زعيم الاتحاد السوفيتي الشهير، واحد أشهر القادة في التاريخ. ستالين في رؤيتين إزاؤه، الرؤية الأشهر والرؤية الأقوى هي رؤية سلبية، أنه أكبر مجرم في التاريخ، إنما هناك رؤية أخرى ترى ستالين بطريقة إيجابية. الذين يرونه أنه أكبر مجرم في التاريخ لأنه قتل أكثر من 40 مليون إنسان. لو في حد قتل أكثر من 40 مليون إنسان مش محتاجين نتناقش أصلا إذا كان الإنسان ده كويس ولا مش كويس، قطعا يبقى ده إنسان سفاح ومجرم، وده رأي خصوم جوزيف ستالين. كان شخصا بلا قلب حتى تجاه أولاده، لما ابنه اتأثر عند الألمان عند هتلر وقالوا نبدله بماريشال، كان ماريشال ألماني أسير عند السوفييت، رفض ستالين وقال لا نبدل الجنود بالجنرالات، رغم أنه هو ابنه. كان بلا قلب حتى في مواجهة عائلته وفي مواجهة الشعب، حيث قتل أكثر من 40 مليون إنسان. دي الرؤية المعارضة لجوزيف ستالين. إنما الرؤية المؤيدة لجوزيف ستالين بتقول إن هو كان زعيم كبير ومهم جدا في تاريخ الاتحاد السوفيتي. ليه؟ نمرة واحد، جعل الاتحاد السوفيتي
دولة صناعية كبرى بعد ما كان دولة زراعية، وكان علامات التخلف موجودة في كل مكان على الأراضي السوفيتية. نمرة 2 في عهده صناعة القنبلة النووية السوفيتية. نمرة 3 برضو في عهده انتصر على هتلر، وده انتصار أسطوري من أكبر الحروب في التاريخ، أو أكبر الحروب في التاريخ، الحرب العالمية الثانية. أيضا بنى الاقتصاد وبنى مشروعات عملاقة. لما تشوف مبنى وزارة الخارجية دلوقتي الروسية بتلاقي ده المبنى من أيام ستالين. المباني الستالينية هي مباني كبرى وأسطورية ونهضة معمارية حقيقية في موسكو وفي كل أنحاء روسيا. بالنقطة التالية، إنه ثبت قواعد الدولة، سحق الإجرام وسحق الفساد اللي كان موجود في العصر القيصري، وأسس مع لينين الاتحاد السوفيتي، وفي عهده هو أصبح الاتحاد السوفيتي قوة عظمى ودولة حديثة. محى الأمية، تقدم العلم، وصلوا إلى الفضاء فيما بعد. كل ده من إنجازات ستالين اللي خلى البعض في مدينة فولجاجراد اللي هي كانت بتحمل اسمه قبل كده ستالينجراد، عايزين يرجعوها لاسمها القديم ستالينجراد تكريما له. في رأي بقى متوازن، لا بيقول ان ستالين عظيم ولا ان ستالين اكبر سفاح في التاريخ وكفى. هو رأي الرئيس بوتين، بيقول ان هو عمل انجازات كبرى جدا ونقل الاتحاد السوفيتي من دولة زراعية الى قوة عظمى صناعية، الا انه عمل ده بتكلفة لا يمكن تحملها. من قتل جوزيف ستالين؟ كان في قبل كده محاولة اغتيال هتلر، حاول يغتال ستالين وينتهي الأمر. كان السوفيت متقدمين والحل هو اغتيال ستالين، كده كل السوفيت هيرجعوا لورا وينتصر هتلر في هذه الحرب الخطيرة جدا، الحرب العالمية الثانية على الجبهة السوفيتية. كان في واحد هو مجرم روسي، مجرم يعني سوابق، عمل جرائم كتيرة جدا، مش مجرم سياسي، مجرم جنائي، قتل ناس كتيرة، سرق ناس كتيرة، يعني اعتدى على ناس كتيرة. هذا المجرم راح مكان تاني في روسيا، غير اسمه وغير شوية من شكله، وبعدين قدم ودخل الجيش السوفيتي. محدش عرف ان ده هو الشخص السوابق اللي كان موجود قبل كده. تحسفت البلد كبيرة جدا جدا، وبالتالي تاه مع الناس التايهين اللي موجودين، وقدم نفسه من جديد انه فلان الفلاني مش فلان الفلاني، وبقى قائد كتيبة في الجيش، ومشي الوضع شوية. لكن بعد شوية واحد بلدياته عرفه ان ده فلان الفلاني المجرم والسارق اللي كان موجود في المنطقة الفلانية. لما لقى ان ده عرفه، وانه طبعا هيتحاكم بقى عسكريا ويتم اعدامه، فهرب وانشق وراح الى الالمان، الى النازيين. لما انشق وراح هناك، الالمان احتفوا بيه، وبعدين جهزوه لاغتيال ستالين، وجهزوا معاه ضابطة مخابرات المانية، ان الاتنين طيارة مقاتلة هتنزل على خلف الخطوط السوفيتية، وبعدين ترميهم هما الاتنين، معاهم موتوسيكل ومعاهم ايضا سلاح من اجل تفجير سيارة الزعيم ستالين. الاتنين وصلوا وبعد كده حاولوا يعملوا هذه العملية، إلا إن السوفيت كمان كانوا مخترقين الألمان، وعرفوا إن دول جايين عشان يغتالوا ستالين، قبضوا عليهم. ما قتلهمش بقى على طول، وإنما بدأوا يخليهم يكلموا النازيين الألمان على إنهم لسه موجودين، وعبر هذه الرسائل يروحوا يردوا. طبعا الكي جي بي اللي بتعمل الكلام ده قدروا يعرفوا كتير جدا من أسرار المخابرات الألمانية في الاتحاد السوفيتي. والجماعة دول قعدوا معاهم لغاية سنة 52 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسبع سنين، وبعد كده تم إعدامهم. إنما في محاولة اغتيال نجحت في اغتيال الرئيس أو الزعيم السوفيتي ستالين، وهذا هو الجديد. باحث في علم التاريخ اسمه نيكولاي ناد عمل كتاب مهم جدا من 4 مجلدات. روسيا اليوم أجرت حوار عبر البرنامج المتميز رحلة في الذاكرة مع هذا المؤلف نيكولاي ناد، الباحث في علم التاريخ السياسي والصحفي، وصاحب كتاب عن ستالين 4 مجلدات. هنا الموجز.
نمرة واحد المؤتمر 19، ده مؤتمر مهم جدا للحزب الشيوعي، أول مؤتمر بعد الحرب العالمية الثانية. تخيل بقى إن أول مؤتمر الحزب الشيوعي بزعامة ستالين بعد الحرب العالمية الثانية، وطبعا بفترة طويلة، كان سنة 52. في هذا اللقاء أو المؤتمر 19 ستالين قال لهم يا جماعة احنا كبرنا وعجزنا، والبلد ديت هتبقى في خطر لو كل اللي موجودين في السلطة كبار السن، لازم يكون في شباب موجودين عشان يحملوا رسالة فيما بعد، فلازم تريحوا شوية وندي فرصة لوزراء وقادة من الشباب. اتنين، جمهورية جورجيا. طبعا بقى الناس اللي حاضرين دول القادة السوفييت في المؤتمر 19 متضايقين جدا ان هم يقعدوا بقى في البيت بعد ما كانوا بيحكموا الاتحاد السوفيتي. نمرة اتنين، جمهورية جورجيا. جورجيا كانت جمهورية مستقلة فترة، وبعدين اثناء الحرب العالمية الثانية حاولت تستقل تاني. في حركة انفصالية كبيرة موجودة في جورجيا كان بيدعمها واحد اسمه بيريا. بيريا بقى ده من قادة السوفييت الكبار جدا جدا، قادة الامنيين والسياسيين، وكان بيدعم موضوع جورجيا، ومش عايز ستالين يعرف هذا الموضوع ان بيريا بنفسه بيدعم انشقاق او استقلال او انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي، ومش عايز ستالين يعرف، وستالين عارف. نمرة ثلاثة، جمهورية يهودية في القرم. شبه جزيرة القرم اللي عليها كلام كتير دلوقتي بعد إعادة ضم روسيا لها، كان فيه الإنجليز والأمريكان عايزين يعملوا فيها جمهورية يهودية. مرة كان فيه مشروع، لأن يبقى فيه مقاطعة زراعية كبيرة جدا اسمها كاليفورنيا القرم، وهذا المشروع ستالين رفضه. حصل مشروع تاني إن يبقى فيه جمهورية هناك. زوجة وزير الخارجية كان اسمه مولوتوف وقتها، الزوجة قابلت جولدا مائير. جولدا مائير كانت سفيرة إسرائيل في الاتحاد السوفيتي، أول سفيرة. فزوجة وزير الخارجية يهودية وقفت معها على جنب في حفل استقبال، قالت لها باللغة العبرية إن إحنا يعني شعب واحد، وإن إحنا لازم نتعاون، وإنه كلام كتير جدا لصالح إسرائيل. الكلام ده وصل لستالين، اتضايق جدا لأنه كان بيجهز وزير الخارجية إن يكون زعيم من بعده. فالزعيم أصبح كده متواطئ كتير مع القومية اليهودية، وكان ستالين ضد ده، ومتواطئ كتير مع إسرائيل. وزوجته صديقة لجولدا مائير وحليفة لها، اعتقل زوجته وبعد كده أطاح بيه من وزارة الخارجية. فأصبح كده وزير الخارجية ومجموعة من اللوبي اليهودي ضد، أصبح بيريا ومجموعة جورجيا والفيلق الجورجي اللي كان في حرب العالمية التانية مع الإنجليز ضد، أصبح الناس اللي في المؤتمر 19 اللي قالهم تريحوا انتوا بقى كبرتوا في السن ندي الفرصة للشباب ضد. كل هؤلاء كانوا ضد ستالين، وبالتالي ستالين بدأ يفكر ان يخلص من كل دول، وهم فكروا هم اللي يخلصوا من ستالين. هو فكر ازاي؟ قال نجيب قائد جديد للاتحاد السوفيتي، فجاب اللي هو ماسك الحزب الشيوعي في روسيا البيضاء بيلاروسيا، وقال ده يبقى زعيم من بعدي، وان هو شباب ومتميز جدا، وممكن هو ده اللي يطيح بكل هؤلاء الخصوم، وهو اللي يحكم الاتحاد السوفيتي في المستقبل. لكن الجانب الثاني قال يعني هو كده هيتم اعتقال البعض والإطاحة بالبعض وإنهاء سلطة كل هؤلاء، وهيجي شاب من روسيا البيضاء يحكم الاتحاد السوفيتي، يبقى الحل الوحيد بدل من اعتقلنا أو اعدمنا أو اغتيالنا إن إحنا أو الإطاحة بنا من السلطة، ان احنا نبدأ بستالين قبل ستالين ما يبدأ بينا. وده اللي حصل، ان هم استغلوا الممرضة اللي موجودة في الكريملين اللي هي وضعت له سم في الدواء وتقي ادما، وبعد يوم واحد مات. الا انه لما مات ما تمش اعلان يوم وفاته، انما قعدوا 3 ايام لغاية ما اعلنوا وفاة ستالين. في 3 ايام دول تم ترتيب السلطة. البعض بيقول ان زي هم سموه، وستالين حذر جدا، ده كان قبل كده لو هو عايز دواء، مره كان عنده برد وعايز يجيب دواء، بعت له دواء من الكريملين، خاف ياخد الدواء، بعت الحارس بتاعه لصيدليه في الارياف، قالوا ان والدته عندها برد، وجاب من هذه الصيدليه الريفيه ده الدواء اللي اخده ستالين. كان حذر جدا، اي طباخ بيقدم له الاكل لازم ياكل من الاكل قبل ما ياكل ستالين. ازاي ده حصل؟
في كلام بقى انه هذه المجموعه البريه والمجموعه الاخرى قدروا ان هم يسيطروا على الكريملين وان هم يلعبوا في الحقنه اللي هذه الممرضه ادتها لستالين، وان ده ادى الى انهيار قدراته الجسمانيه بالكامل والى مشكلات كبيره جدا في الدم ادت في النهايه الى وفاه ستالين في خلال 24 ساعه. هذه روايه هذا الباحث في التاريخ نيكولاي ناد اللي الف كتاب من 6 مجلدات يؤكد فيها ان ستالين لم يرحل ميتا لاسباب طبيعيه او ان الوفاه طبيعيه، وانما رحل بانقلاب سياسي من المجموعه المحيطه التي دبرت له اغتيالا بالسم عبر الممرضه لانهاء سلطته قبل ان ينهي سلطتهم جميعا. وهذه قصه مجهوله في تاريخ الاتحاد السوفيتي. جوزيف ستالين زي ما قلت لحضراتكم شخصيه مختلف عليها، البعض يراه مؤسس قوه عظمى اسطوريه والبعض يراه اكبر مجرم في التاريخ. كل سنه، كل 10 سنين، كل 100 سنه، كل فتره، يعني سواء 130 سنه على ميلاده او 60 سنه على رحيله، كل مناسبه بنلاقي تقارير حول الشخصيه او الاختلاف على شخصيه الزعيم السوفيتي الشهير جوزيف ستالين. نفس الارتباك في تقييم ستالين هنلاقي في تقرير اخر لروسيا اليوم بعد 60 سنه على رحيل ستالين. التقارير اللي فاتوا نفس الموضوع، يعني ستالين بنى قوة عظمى نووية وسط الفضاء وقتل 40 مليون، يبقى ده زعيم عظيم ولا مجرم كبير؟ لما نيجي بقى الموضوع اغتيال ستالين هنلاقي من برنامج رحلة في الذاكرة في روسيا اليوم تقرير مميز بعنوان ستالين قتل إثر انقلاب سياسي وليس نتيجة وفاة طبيعية. زي ما قلت لحضراتكم الحرب العالمية الثانية خلصت سنة 45، المؤتمر ده اللي هو مؤتمر 19 ده سنة 52 بعد 7 سنين من الحرب. تم اغتيال ستالين 53، لأنه في 52 قال الكل بقى يركن اللي موجودين في السلطة، وقال كمان إن هو كان بيراهن على وزير الخارجية إنما زوجته صديقة للقومية اليهودية وموضوع القرم وجمهورية يهودية في القرم وما إلى ذلك أطاح بيه وهيجيب زعيم شاب من روسيا البيضاء. لهذه الأسباب كلها كانت محاولة اغتيال أو اغتيال الزعيم ستالين في مصلحة الجميع. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.